نحن كجيش وطني حاليا نحن ملتزمين مع اخوتنا الاتراك في الهدنه الموجوده والتفاهمات الدوليه على انه يوجد حل سياسي وحل سلمي، لكن الاحزاب الانفصاليه للاسف الشديد عم تقوم بهجمات متكرره وهجمات يعني وكثفت هجماتها بعد معركتنا بعد السلام وبعد الاتفاقيه الاخيره اللي هي بين تركيا وروسيا بانه الانسحاب من المناطق هذه، فقاموا بهجوم شديد جدا يعني بالاسلحه الثقيله وبالمعدات الثقيله وكل شيء. بدك نزلوا في نص الضيعة يا بدر، ها خلي ما انت تنزل في الاراضي طاوله. رميت ولكن الله رمى، الله اكبر.